ومن خلال هذا الصرح الأكاديمي الزاخر بالعلم والمعرفة وأم الجامعات الجامعة الأردنية من خلال هذه المحطة الميدانية إلى محطات متنوعة هنا داخل استديوهاتنا في برنامج يوم جديد. كما أشرنا في المقدمة أعزائنا، هناك العديد من النصوص النثرية والشعرية لها عطر جميل. نشتم هذه الرائحة لنقف على ناصية الحنين لنستكمل الحلم. هذه عناوين الإصدارات للشاعرة الفلسطينية نجوى وهبة كنانة، حاضرة معنا هنا بهذه الصباحات. أستاذ نجوى صباحك سعيد وشرفتينا بقدومك. يسعد صباحك أستاذ، صباح الخير للشعب الأردني، صباحكم مكلل بالرياحين ومعطر بالزعتري وعبق الهال، صباحكم بعتر أبجدياتنا، صباح الخير لفلسطين. صباح الخير لفلسطين التوأم هنا من المملكة الأردنية الهاشمية. أشرت إلى الإصدارات العديدة، وفي بداية حلقتنا أيضا أستاذة نجوى وصفت كما وصفك المتابعين والنقاد حقيقة، سواء بالقاهرة دار سكرية للنشر والتوزيع أو من خلال الكتاب والنقاد، وعلى سبيل المثال الكاتب والناقد الفلسطيني الأستاذ شاكر فريد حسن، حيث تغنى وتغزل بهذه النصوص النثرية والشعرية. من هي الشاعرة والكاتبة نجوى وهبة كنانة للسادة المشاهدين؟ نجوى وهبة كنانة ابنة فلسطين، وتحديدا ابنة قرية صغيرة تدعى يافة الناصرة وليست من الناصرة. هي قرية تتواجد تماما بمحاذاة الناصرة ولكن لها طبائع قروية أو ريفية. جميل. فاللي لها كان لها علاقة في نشوء شاعرة. جميع كتاباتها مستوحى من عناصر الطبيعة. فالنجوى وهي بكناني هي ابنة الحقل وحفيدة الجبل وشقيقة الوادي، بالإضافة إلى ثقافاتها ودراساتها متنوعة، لكنها أجادت قراءة مختلفة، ليست بقراءة حروف وإنما بقراءة ملامح رأتها في الطبيعة. جميل. من مطر الشمس، مطارح قديمة، وهذا ما أتقنته نجوى. إذن كانت هذه الحالة التي استحضرتها الأستاذة نجوى من خلال المكان والزمان تحديدا في فلسطين الحبيبة، وفلسطين الحبيبة واحدة لنا هنا بالمملكة الأردنية الهاشمية، سواء من الناصرة أو من القرى والأرياف والبوادي والمدن. أذهب بشكل مباشر الآن إلى الشاعرة نجوى كنانة من خلال إصداراتها المتعددة. عطر الملامح وهو تقدمة والتوأم تحديدا على ناصية الحلم، لنتحدث عن هذه الإصدارات تحديدا. صحيح، عطر الملامح هو كان الإصدار الأول اللي كنا نعمل عليه. نعم. وجاء اسمه بطبيعة الكلمات والتعابير اللي كانت فيه أو المشاهد. فحكينا، استنتجت أنه أنا عم بقرأ ملامح، وسرعما ما أدركت أن ملامح هذه ليست بحروف وإنما لها عطر نستنشقه وليس نقرأه في الأعين بل في القلب أو في الإحساس. فتنشقت من العطر ما يكفيني لكي أشعر أنه قد تفجر في داخلي نهر من الحنين لأحلام كثيرة، نمت على ضفاف هذا النهر أحلام كثيرة. فتفاجأت أن العطر ملامح شقيق توأم لم تلتقطه أجهزة الأوترا ساوند تماما كما كان يحدث في السابق، لأكتشف أن خلف عطر الملامح هناك حنين أو هناك أحلام نمت على نهر الحنين. لكن نجوى لم تكترث للأحلام التي نمت على الضفاف هنا وهناك، بل لمحت على ناصية الحنين حلم صغير أصرت ولا تزال تتبع أثره وتستنشق عطره لكي تصل إلى قراره. جميل.
تابعت وقرأت حقيقة أستاذة نجوى للكتاب والشعراء كما أشرت، ولا أتحدث على سبيل الحصر لا، بل على سبيل المثال، كان هناك إشادات بالحالة النثرية والشعرية والحالة الحسية تحديدا من خلال هذه الأنامل لمتابعينك لقرائك تحديدا. هل فقط البعد المكاني والزماني هو الحالة النثرية والشعرية، أم أن هناك بوح آخر في مكنونات الشاعرة نجوى كنانة؟ المكان والزمان له علاقة أكيدة، نعم، ولكن هناك أعتقد أن الشعر يولد مع الشاعر. جميل. وهناك استجابة، كل إنسان في داخله شاعر، نعم، ولكن الشاعر هناك استجابة دائمة أو استدعاء، أو يجيد الرقص. جميل. دون غيره. فنجوى تشعر أيضا أن هناك علاقة وثيقة بينها وبين اسمها الذي لم ترثه صدفة. هو كان إرث أورثه والدي رحمه الله لنجوى، نسبة إلى تعيش، نسبة إلى قصيدة نجوى للشاعر الأردني عبد المنعم الرفاعي، نعم، والتي غناها محمد عبد الوهاب. محمد عبد الوهاب، نعم. ومنذ صغري وأنا أسمع من والدي، جميل، سميتك نجوى ولست نجوى صدفة. فطالما شعرت هناك استدعاء خفي يستدعيني أن أنصت إلى الأشياء التي حولي أكثر من غيري. جميل. فتبعت. إذن لنتحدث الآن عن عطر الملامح وأيضا على ناصية الحنين من خلال داخل هذا المؤلف والتوأم كما أشرنا، هو استمرارية واستدامة على ناصية الحنين. ماذا بدأت وماذا ختمت الأستاذة نجوى هذه النصوص النثرية، وهي أصلا يعني قمت بنشرها على صفحة الفيسبوك ما قبل أن يتم إصدارها؟ صحيح. نعم. أنا في بداياتي لم أخطط لإصدارات أو كتابات، فكنت أكتب كل ما يجول في خاطري على صفحاتي. ففعلا من يتابع صفحتي يقدر أن يقرأ أو يتابع كل كتاباتي. فمثلا عطر ملامح اللي بدأت بنثر عفوي لتنتهي أن قهوتي هي كانت الوحي أو اللحظات التي كنت أركز فيها لأستنشق وأصب هذا العطر للناس في فناجين القراءة. جميل. فختمت ب ولي في قهوتي حرف يشبهني، أدمنت اللجوء إليه كلما داهمني الليل مشتاقا لمعاقبة عيني، فما عدت أريد وطنا، سأكتفي بجذر قصيدة وسأودع حروفي فوق مراكب من ورق. جميل. جميل. بخصوص الكتاب الثاني، نعم، الذي اكتشف في اللحظة الأخيرة وعلى وشك الولادة، في ذات اليوم سألني أحدهم سؤال عفوي لم أتمكن من الإجابة. لماذا؟ حكى لي في العربي العامي، نعم، شو حلمك؟ فكنت أعمل على إرسال المواد لدار النشر الساعة 2 فجرا، وضعت يدي حول على رأسي وقلت حلمي هو ذاك البدر الذي لا يكتمل والقمر الذي لا ينقص وبينهما نجمة لا تمل الرقص. هذه أحلامنا. هذه أحلامنا. هذا أحلام. جميل. هنا نشيد حقيقة بمن أشاد بهذه النصوص النثرية والشعرية للكاتبة نجوى كنانة. هنا يقودني سؤال حقيقة من خلال حديثك الشيق أستاذ نجوى، ما بعد عطر الملامح واستكمالا على ناصية الحلم تحديدا، ما هي الأحلام؟ هي الوصول إلى النجوم على سبيل المثال، أم هناك أم عنانها السماء؟ لا حلم ولا سقف. جميل. بل متابعة استنشاق العطر. جميل. وهي نصيحتي لجميع الكتاب. جميل. في بداياتهم وفي الوسط، اكتب اليوم ولا تنشغلوا بالغد. جميل. ولا تكترثوا إلى أين سيقودكم الطريق. جميل. لا حلم محدد. لمن تقرأ وبمن تتأثر الأستاذة نجوى كنانة؟
نجوى تقرأ شيء من كل شيء، ولا أكتفي بقراءة الكتب، ولست مدمنة قراءة كتب، لست من ملتهمي الصفحات. فأنا أصر أو أحاول أو أسعى أن يبقى لي نمط وأسلوب خاص لا يتأثر بغيري، كي تكون كتاباتي أصدق وكي تصل أسرع إلى القراء. جميل. هل سنقرأ أو هل سيكون هناك إصدار يعنى بالقدس، بفلسطين الحبيبة، بإرثها، بتاريخها، بجماليتها، على هذه المدينة المقدسة، على مسار الحلم؟ نعم، هذا سيكون اسم الإصدار الثالث، ونتمنى أن يكون أولوية لدى الأستاذة نجوى كنانة حقيقة. وهنا يجب أن نشيد وأن نشير إلى الوصاية الهاشمية على القدس والمقدسات المسيحية والإسلامية، وهذا الإرث الكبير الديني والشرعي والتاريخي حقيقة للحفاظ على هذه المدينة المقدسة من أمور عديدة، كما نستمع ونشاهد استفزازات من الاحتلال. على أي حال من الأحوال سعدنا بلقائك في البلد التوأم في المملكة الأردنية الهاشمية، لم تبتعدي كثيرا، أنت أيضا في بلدك أستاذة نجوى، ونتمنى لك إقامة طيبة وسعيدة بإذن الله تعالى. شكرا لك وشكرا للشاشة الأردنية على هذا الترحيب. أهلا وسهلا بك، شرفتينا بقدومك. إذن أعزائنا المشاهدين، إلى فاصل قصير ونواصل معكم، فابقوا معنا.